السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس علي ناصر سيموليشن سبيشاليست. في الفيديو ده هنتكلم عن طريق تصميم الرانر او محاور الحقن. في البداية كده، محاور الحقن بتتكون من كذا جزء: الجيت، السبرو، الرانر اللي هو المحاور السفلية ديت. الشكل النهائي للسيموليشن اللي احنا هنحصل عليه، هتقدر تعمل سيموليت للبلاستيك، حقن البلاستيك، تمام، في حالة المالتي بودي أو المالتي كافيتي، تمام. هنتكلم عن كيس تانية وهي في حالة الوان كافيتي، احنا هنستخدم في الحالة ديت سوليد ميش. الحالة السابقة هنستخدم شيل ميش، تمام. نشوف شكل النهائي للحقن. ده الشكل النهائي للحقن. تمام، ودي شكل الاسطمبة اللي كان العميل طالبها مننا، مطلوب نعمل لها سيموليشن بلاستيك. ده اللي هنتكلم عنه في خلال الفيديو دوت. هنبدأ خطوات التصميم الرانر. في البداية، ده الجزء او المنتج عبارة عن زرار بلاستيك بيمثل الكافيتي اللي احنا عايزين نعمل له سيموليشن، تمام. هبدأ اكرر الكافيتي دوت، استغل البلانز اللي انا عملتها ديت، نعمل ميرور بادي، نشيل ميرور، تمام، ميرور حوالين البلان دوت، البادي ده والبادي ده، اوكي، تمام. كده انا كررت الاربع كافيتي بتوعي. هاخد سكتش هنا وابدا ارسم عليه المحاور بتاعه الرانر على البلان دوت. لازم اعمل المحاور عباره عن لينكات بالمنظر دوت، لازم لينك لينك بيمثل المحاور الرانر، تمام. هبدأ ادي شوية علاقات، اخلي اللاينز كلها ايكوال. تمام، وبكده يبقى رسمت الرانر بتاعي، محاور الرانر. اخرج من السكتش واخد سكتش هنا بيمثل السبرو، تمام. نخفي البلانز ديت عشان ما تضايقنيش في الشغل. كده صممت المحاور بتاعت الرانر والسبرو. هخش على السيموليشن او السوليد ووركس بلاستيكس. هنبدأ نفتح الويزارد بلاستيك، تمام، دوس نيكست. اول حاجه هنختار المش. المش اللي انا هختارها هنا في المالتي كافيتي لازم تختار النوع تشيل، اللي هو الحاجات اللي هي سمكها رفيع. ما ينفعش تختار سوليد مش. لو اخترت سوليد مش هيطلع لك ايرور، يقول لك مش مظبوط الكلام دوت. السوليد مش مناسب للسنجل كافيتي بس، تمام. وهناخد على الكلام ده، هناخد مثال على السنجل كافيتي في اخر الفيديو، تمام. كريتنا المش، هنبدأ نعمل ديزاين للجيت او الرانر، تمام. لازم نخرج من الويزر الاول وندوس ديزاين، تمام. نختار رانر، في كذا نوع من الرانر، اشكال سيركل، سكرو، ترابيزويدال، كذا حاجة. هنختار سيركل، تمام.
نبدأ نعرف السبرول الأول. السبرول بتبقى الفتحة، فتحة الدخول مثلا نقول إنها كبيرة، فتحة الخروج صغيرة 4 ملي في 2 ملي. نختار السبرو وندوس اوكي. ادي المنظر بتاع السبرو. نغير الأبعاد نخليها 2 و2. نختار الرانر، ابلاي ابلاي. تمام، تعال نغير الأبعاد بتاعة الرانر الداخل على المنتج وليكن 2 و1. نسلكت دوت الجزء ده ابلاي، جت معكوسة. هنختاره ونعمل فليب دايمنشن. تمام، سلكت الجزء التاني ابلاي فليب. تمام، تعال نغيرها 2 واللي فوق 1. نختار ابلاي والجزء دوت برضو ابلاي كده. تمام، ادوس اوكي او علامة الصح، وكده يبقى صممت الرانر. هكمل مع الجيتنج ويزارد. اول خطوة اخترت المش وعملت له جنريت. هنخش على الخطوة اللي بعديها اللي هي البرامتر سيموليشن، وتختار البرامتر اللي انت عايزها. الخطوة الرابعة هتختار الانجكشن لوكيشن. نبدأ نحط انجكشن لوكيشن. هنحط الجيت وليكن هنا عند الجزء السبرو، وادوس اد اوكي. تمام، هكمل مع مع الويزارد. خلاص اخر خطوة اعمل ران سيموليشن. هيبدأ يحل الكلام اللي انا عملته دوت، هياخد وقت بسيط ويبدأ يظهر النتائج بتاعتي. هو كده خلص الحل. تعال نستعرض النتائج اللي هو طلعها. شوف الانيميشن للسيموليشن، ده سيموليشن الحقن البلاستيك في حالة المالتي كافيتي. تمام، ممكن نغير طريقة العرض بالمنظر دوت. طبعا في بالانس لسريان البلاستيك بين كل واحد والتاني. تقدر تطلع بقى اي داتا انت عايزها، كل الداتا ديت، وممكن تحفظها في شكل تقرير. كده يبقى خلصنا الكيس الاولانية اللي خاصة بالشيل مش في حالة المالتي كافيتي. هنبدأ نتكلم عن حالة استخدام سنجل كافيتي. بختار له سوليد مش، ممكن اختار له تشيل مش برضو. تمام، هنبدأ نفتح الجيتنج ويزارد. اول خطوة بعمل جنريت للمش. تمام، واختار الماتيريال. الخطوة الثالثة التانية، الخطوة الثالثة بدخل البرامتر اللي انا عايزها. الخطوة الرابعة بختار الانجكشن لوكيشن. اختار الانجكشن لوكيشن وليكن مثلا في النقطة ديت بالمنظر ده، واعمل له اد اوكي. اكمل مع الويزارد. اخر خطوة الران، ابدأ اعمل ران سيموليشن. ياخد بعض الوقت البسيط في الحل. هو كده خلص حل. هنبدأ نستعرض النتائج ونشوف الانيميشن للحقن. ده انيميشن الحقن هيبقى بالمنظر كده. تمام، وبكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى، ونتقابل بإذن الله في دروس أخرى.